نعم صدق الشيخ. نعم صدق الشيخ. الغالب على علماء عمان انهم اباضية. اولا انهم اباضية. والاباضية فرقة من الخوارج. والخليل هو امامه. وله مؤلفات في مذهب الخوارج ومذهب الجهمية. مؤلفات سيئة جدا. فلا يؤخذ العلم عنه. وانما يؤخذ العلم عن اهل السنة والجماعة. نعم. الحق الدامي، شوف الاسم هذا، الحق الدامي هذا ملك واحد إباضي. إباضي يعني خارج من الخوارج، ومدافع عن مذهب الخوارج كل المدافع. والإباضية هم طائفة من طوائف أهل البدع والضلال، يقولون بخلق القرآن، وأيضا يكفرون مرتكب الكبيرة، وهم خوارج خلص. حتى إنهم الإباضية الموجودون الآن يمدحون الخوارج الذين قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه في معركة النهروان. والإباضية الموجودين الآن في سلطنة عمان منهم من يلقب نفسه بالنهرواني، أو يقولون نحن النهروانيون. ومن أراد أن يتأكد فليرجع إلى اليوتيوب، عندهم قناة أيضا تسمى بالنهروانيين أو النهروانيون كما سميت. وكذلك هم صوفية، وكذلك هم جهمية، ينكرون صفات الله سبحانه وتعالى التي أثبتها الله لنفسه في كتابه، وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. ويكفرون عليا ابن أبي طالب ويتبرؤون منه، ويكفرون عثمان ابن عفان ويسبونه ويلعنونه ويشتمونه. وكذلك هم مع تكفيرهم لعلي بن أبي طالب الذي تؤله الرافضة الشيعة، هم لهم علاقات وطيدة مع الرافضة الشيعة الذين يؤلهون عليا. فالإباضية يكفرون عليا ابن أبي طالب، والرافضة يؤلهونه، يغلون فيه إلى أن يجعلوه إلها مع الله سبحانه وتعالى. ولكن الطائفتين لهم علاقات وطيدة، وهذا من تناقض أهل البدع كما قال العلماء. أما بعد، بامتثال لأمر والدنا سماحة الشيخ أحمد بن حمد الحريري حفظه الله ومد في عمره